صاحب صاحب الضيف. الضيف خلاص الطاقم. خلاص عرفوا السلام عليكم عرفوا حبيبي، يعني. دائما نرحبوا به. قبل ما نحكوا نعرفوا لكم الضيف تاعنا، راح ندير لكم شويه سسبنس. راح نحكوا على السينما في قرع في يعني من القرن الماضي، سبعينات القرن الماضي، عاشت فتره او عصر ذهبي بعد ان منحتها حظا سينمائيا عربيا، عرفت او عرف امام الدول العربيه كما اجمع النقاد والسينمائيين. في عام 70 900 ألف محمد حصدت السينما الجزائريه على جائزه الاوسكار في فيلم زاد. ايضا في 75 فازت ايضا بالسعفة الذهبية عن رائعة وقائع سنوات الجمر للمخرج الجزائري الاخضر حمينة. وحينما نقول سبعينيات القرن الماضي، اكيد فترة كبيرة على الانتاج السينمائي. اليوم تحضر ثلة من الممثلين والنجوم الجزائريين الذين وضعوا اليد على الجرح واعادوا السينما الجزائرية الى شخصيتها، الى الكاريزما التي تتمثل بها الجزائر في السينما المعروفة. طيب حينما نقول السينما الجزائرية، أكيد حنقول يا محمد راح نقولوا السينما، حنقولوا الدراما، حنقولوا الممثل حسن كشاش الفائز بجائزة أحسن ممثل في فئة الأعمال الدرامية في جائزة جينيريك الذهبي. صباح الخير حسن، وشكرا على حضورك معنا. صباح الخير محمد، صباح الخير سارة، شكرا على الدعوة. مرحبا بك. بكري اليوم صار على غير هذا. نعرف انه حسن ما فوتش بكري بزاف. وين ديجا جبت الخبر؟ قالوا لي في التورناج حسن ما لازمش تبدا لك الساعه 8 تاع الصباح. في التورناج خاصة في وقت التصوير، في أي بلاطو تصوير أنا نرقد بكري باسكو يعني جو ترافاي ليكونوميك، عفوا الانضباط يعني في يعني الانضباط هو عندك انت طاقة لازم تتعاملي تسيريها بشكل إيجابي. احنا في التمثيل انت تتعاملي مع او مانيبول دي زيموسيون، تتعاملي مع عواطف، هذا متعب جدا. انا يعرفوني في البلاطو الصباح كي نروح الشوفر ديجا اللي كي نطلع مع صباح نحكي ديجا نقصروا هكذاك هو واش كاين العشيه ما نهدرش خلاص. هو يحسب ان خطرت يقول لي راك عليا يا ودي والله والو انا اللي شوي فاتيك. هي يقول لك الحسن يعني مزاجي كل لا هو هو طاقة. هذه هي يوم التصوير يبدا بطاقه بان كابيتال تستهلكوا بساعات طويله من التصوير تلحق العشيه بحاجه انك تسترجع الطاقه تاعك، ترتاح، ترقد، تنوض، يعني هذا شيء طبيعي. لكن اكبر غلطه انك تسهر في التصوير، ما يلزمش اكيد باش تمد طاقاتك وتمد كل ما تملك باش نشوفوك في صوره جميله وحسنه. اكيد ربع قرن من العطاء، 15 فيلما تقريبا او اكثر فيلم سينمائي شاركت فيه. خليني نذكر ابو الثوره الجزائريه، عرفوك به الكثير، هو مصطفى بن بولعيد، اضافه الى افلام نقطه نهايه، لطفي، ايضا اسوار القلعه السبعه اللي راح نحكوا عليها، ايضا حكايات قريتي، في انتظار سنون اللي ديت بها جائزة وهران. أيضا شاركت أيضا في أغنية كثيرة، منها فيديو كليب وردة الجزائرية أيام الله يرحمها. أيضا في قراءات مسرحية مع مخرجين أوروبيين، بالإضافة إلى قراءة شعرية لمفدي زكريا مع الأوركسترا الجزائرية. يعني ما شاء الله باع طويل في المجال. البداية راح نحكو على الأفلام الثورية، لأنه حسن كشاش ارتبط اسمه بتمثيل بعض الأدوار التاريخية. طيب كيفاه تتعايش مع الأدوار؟ كيفاه احكي لنا على الأقل كيفاه تهيئ نفسك، كيفاه تقرأ السيناريو، احكي لنا على التجسيد يعني الشخصيات الثورية، خاصة أنه مش سهل، خاصة أنه تكون فيها كاريزما خاصة، نوعية مثلا خاصة، احكي لنا على تجسيد الأدوار الثورية. شكرا على السؤال. هو حقيقة تفضلتي قلتي انه يعني عملت كثير من الأفلام الثورية. نتكلم عن أفلام تاريخية لأنه في أفلام أخرى تاريخ ممكن ما تحكيناش عليها، الأندلسي أيضا مع محمد شويخ. صحيح. طبعا أنا بدأت السينما مع أستاذنا القدير أحمد رشدي بفيلم تاريخي، عملت معاه لحد الآن 5 أفلام، محمد شويخ فيلمين، وكان هناك أفلام يعني بعض الإنتاجات كان في إنتاج مشترك جزائري تونسي بعنوان شارع النخيل الجريح من إخراج أستاذ عبد اللطيف بن عمار، وأيضا في المغرب كان عندي فرصة أني صورت.
أعتقد الأساس في أي عمل درامي أو سينمائي هو السيناريو. أنت تشتغلي على مادة تقدم الشخصيات. نتكلم عن فيلم الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، بالتأكيد كان عندنا سيناريو يحاول. إحنا من الصعب أنك تغطي في فيلم واحد حياة الشهيد أو صحيح. تغطي فترة معينة، بالتأكيد راح يكون في محطات اللي تبرز أكثر لأن لها مكانتها في سيرورة النضال، يعني كمحطات تاريخية. صحيح. ونعرج أحيانا على الوضع العائلي، على الإنسان، على رب العائلة، اللي أولا وأخيرا قوة هؤلاء الرجال والنساء هي من كونهم أنهم بشر قبل كل شيء، وتجاوزوا حدود الخوف وحواجز مش تردد الخوف من هذا المستعمر، وقادرين يعني وقدروا أنهم طبعا بالتأكيد ربحوا المعركة، ولكن ضحوا بالكثير بالمال، بالنفس والنفيس، العائلة، بالكل، ولكن لأجل مستقبل وطن، لأجل مستقبل أجيال. فالدخول الشخصية يتطلب طبعا قراءة السيناريو، كاين كاتب السيناريو بالنسبة لفيلم مصطفى بن بليد هو الأستاذ صادق بخوش، وطبعا بإخراج أستاذ أحمد راجدي. راح تطرحي أسئلة بالتأكيد يعني للشخصية بالنسبة لك، حتى تقدري تتحكمي في الحوارات. لازم يكون عندك قراءات على الأقل للمرحلة التاريخية، يعني حتى السيرة الذاتية يعني تاع مصطفى. يعني هو كتب سيرة ذاتية ما كاش بزاف، ما هيش مكتوبة، لكن ممكن فيه كتاب كتب تاريخية ممكن. لكن أنت لازم تقرأ يعني على الأقل مثلا من بداية القرن العشرين، الحركة الوطنية، تعرف حركة حزب الشعب الجزائري، الـ MTLD، منظمة وصولا إلى جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، وكل هذا يعني لو كونتكست هيستوريك، باش يكون ما يقوله ما تقوله الشخصية يعني تولي ينطبق تماما على احنا ما ناش في نطاق نيكلوناج، استنساخ، ما نقدروش اصلا. المطلوب انه نكون اقرب ما نكون وبكل صدق من الشخصيه، هذا يعني كل فريق العمل، لانه هكذا شخصيات راه عندها صوره في الوعي الجمعي، عندها قدسيتها لدى في ذهن المتلقي، لذلك لازم يعني مسؤوليه كبيره لدى الجميع. صحيح. فقط هناك شخصيات مغمورة، شخصيات صنعت الثورة، رجال أشاوس في الميدان، لكن نعرفوا غير شخصيات اللي تمثلوها واللي تبرز. هل هناك يعني مشاريع تجسيد أيضا شخصيات أخرى تاريخية أو ثوار أو مجاهدين؟ يعني مناش أنا ما أقدرش نجاوب على هذا السؤال من حيث الذي طيب، لكن أعتقد أنه إحنا كسينما نتكلم عن إنتاج السينما، إما إحنا يعني الثورة وما قدمته من رصيد وإلهام وكمي سورس دانسبيراسيون، ولازم وأيضا واجب العمل على الهوية والذاكرة، هي فايتتنا بزاف على كل الأصعدة. فأعتقد أنه بالتأكيد في كثير أفلام ممكن تتعمل على رجال ونساء وقصص، في كثير يعني الآن، وهذا ما يميز يعني الخلفية الثقافية أو اللي موجودة أو الأرضية اللي قادرين من خلالها احنا نديروا أفلام. الآن بالتأكيد يعني احنا كم بداها عدد الأفلام، هذا الفيلم بن بولعيد كان ضمن مجموعة من الأفلام اللي كانت باش تتكلم عن قادة الولايات التاريخية، مجموعة آخرها احنا منتظر انه يخرج تاع العربي بن مهيدي ان شاء الله، من اخراج يعني صديقنا بشير الدرايس. كاين اعتقد يعني ما نقدرش انا ناكد على موضوع، ولكن اعتقد انه في فيلم ايضا كان راح يكون على زيغود يوسف، لكن ايضا ممكن افلام عن شهيدات او مجاهدات يعني. جميل أيضاً جدا، هذا كله في اطار حفاظ على الذاكره التاريخيه. نروحوا لفيلم اسوار القلعه اللي شفناه عرض على في قاعه الاوبرا، سيتحول الى مسلسل، هذا ما سمعته مؤخرا. اي جيب المعلومه. انا نفضل يعني السؤال كان يتوجه للاستاذ احمد راشدي يعني، ولكن انا كنت حكيت معه مش مشكل يعني في التصريح بالامر. انه ممكن نتكلموا، وهو فيه الماده التصويريه الموجوده في عدد كبير يعني من الساعات، عدد كبير. بعد التركيب عندنا حوالي اكثر من 7 ساعات ونصف ممكن ماده قادره انها تعرض. الآن 7 ساعات ونصف ممكن تتحول إلى عدد لا بأس به من الحلقات يعني، وراح على بالك واحد كيدير فيلم على مستوى الإخراج بالتأكيد إحساسهم أكثر، ولكن أنت على مستوى كممثل تحب تشوفي كل المشاهد اللي صورتيها أو الأحرى تفوت. صحيح. وهي لكن في تركيب الفيلم في مقاييس ما تقدريش تفوتيها.
فالان للافاده وحتى يوصل حتى الجمهور الفيلم لي او الساعه شريحه من الجمهور، فكره ان يركب منه مسلسل اعتقد انها فكره جميله باش يوصل الفيلم للجمهور من خلال شاشات التلفزه ان شاء الله. يا ربما ايضا حدث كبير يعني دار على بعد العرض اشار في فيلم اسوار القلعه، العديد من النقاد قالوا بانه كانه احمد رجلي اعاد نفسه في هذا الفيلم من خلال فيلم بومبو العيد. انت حسن كشاش كممثل يعني في تجربه فيلم بومبو العيد واسوار القلعه، هل حسيت ان ربما فيه تشابه في الدور او لا، تشابه في الاحداث او حتى يعني الصوره الاخراجيه تاع يعني؟ انا اعتقد انه الموضوعين هما مختلفين، المقاربه الشخصيات مختلفه. الان ممكن من حيث الديكورات يعني المشاهد الرؤيه الاخراجيه، الرؤيه الاخراجيه يعني احنا نمشي بمدرسه، يعني كل مخرج عنده رؤيه تاعه الاخراجيه تتبع المدرسه اللي تخرج منها والرؤيه تاعه. ما اعتقدش انه راح يكون في تحول كبير بالنسبه للاخراج، يعني ان شانجمون راديكال بالتاكيد راح يكون بالتفاصيل بما له علاقه بالفيلم. اعتقد فيلم اسوار القلعه السبعه اللي هو اقتباس من روايه بنفس العنوان لمحمد معرفية يختلف تماما عن فيلم مصطفى بن بولعيد، ما عنده حتى علاقه. هنا نتكلم عن حكايه عائله جزائريه، نرجع الى علاقة الإنسان الجزائري بالأرض هم النقاد يعني ما قارنوش ربما في السيناريو وفي أداء الممثلين بحيث ما قارنوا ربما كما قلت الديكورات الانفجارات اللي شفناها، يعني الرؤية الإخراجية كانوا في الأفلام الثورية ولات يعني بصمة واحدة، ما وجدناش نشوفوا اختلافات يعني في الأفلام الثورية. الآن احنا كي نتكلموا عن يعني عن عن جزء من الفيلم هو فيه معارك، مانيش عارف أنا يعني راح تصور المعارك بنفس الوسائل، اعتقد في تقنيات. وانا اعتقد انه الاستاذ احمد راشدي بغض النظر ممكن عن بعض المشاهد اللي ممكن تحتاج الى تقنيات معينه، مساله التفجيرات والى اخره، قادر انت يعني عدته الان. اعتقد يعني هو واحد من احسن ما من اللي يصور المعارك، يعني باش نعترفوا لانه صحيح هو اكيد احنا ما راش نتقصوا من قيمه الان في عامل انا ممكن نقوله انه احيانا الكوستيم الشيء اللي نلبسوه وتقريبا يتشابه، واعتقد انه هذا كان واقع يعني هكذا اللباس مع مخرجين عالميين يعني صار ماشي حتى ماشي غير مع احمد. احنا عن اي مجال نتكلم عننا، انا اتكلم عن اللباس في الفيلم. لا نحكي ربما على يعني طريقه ربما كل واحد اليوم معروف سواء المخرج ولا ممثل ولا مغني معروف هذاك هو الستيل تاعه يعني بالضبط. الان الى اي درجه هذا الفيلم قريب؟ انا اعتقد انه مختلف. انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي المقاربه اللي كانت فيها مع شخصيه تابتي كانت مختلفه تماما عن شخصيه مصطفى بن بولعيد. مصطفى بن بولعيد انت امام مع جبل، الكل كان خايف يعني كي هيدي الفيلم هل سننجح جميعا بان نقدم الصوره التي تناسب الشخصيه؟ هذا كان تحدي لهنا، مش معناها اقل مسؤوليه ولكن عندك وانا بلوس دو 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 عندك راحه اكثر سواء بالتمثيل او بالتصوير، لانه نتكلموا عن شاب من عائله اللي تعرضت الى اضطهاد الى حجره و يعني ثار على الواقع وحب ينتقم من المعمر، ولكن تدرج في الوعي وفي النضوج من قضية شخصية قضية عائلة إلى قضية أكبر هي قضية وطن. أعتقد أنه يعني كدور هذا نفس الجدية تتعامل معهم ولكن براحة الممثل ترتاح أكثر مع تابتي، بمعنى أنه ما عندكش الضغط اللي موجود بشخصية من مستوى بن بولعيد. جميل جدا شخصي. هذا ان شاء الله نشوفه مسلسل. ايضا فيه عمل اخر جنان يمه، فيلم جديد ان شاء الله راح تقدموه حتكون لا اي اي راجع الدروس راجع كيف يقولوا وي هو فيلم قيد التركيب حاليا. يعني هذه اول مره انا نشتغل مع مخرجه صحيح صغيره في العمر تخرجت من نيويورك، جات مؤخرا العام اللي فات وتواصلنا. طبعا احنا كوسط فني نعرفوا بعضنا بالتاكيد، هذا يعرف هذا، حوست عليه تلاقينا حكينا بالمشروع. تصور الفيلم هي رؤيه اخراجيه جديده، احنا راح نتكلموا الان عن رؤيه. تعرف هو السينما الاخراج يعني طبعا عنده تقنياته وقواعده، لكن هناك لمسه خاصه
مخرج كذا، مخرج أقل، درس في مدرسة أوروبية، درس في مدرسة جزائرية، مدرسة أمريكية، مدرسة روسية، تأكيد راح يكون في تفاصيل مختلفة. هناك أيضا عامل شخصي اللي تضيفه أنت، اللمسة تاعك. أعتقد هي كي تكون مخرجة بالتأكيد أنا لاحظها مثلا في الديكورات، في الألوان، في الصورة، كيفاش تركب الصورة تاعها. يعني مثلا تنحي فاز معين نفس الشكل، ولكن هذا نحاس، الاخر بورسلين، وتبدل فصو، تدير نوع. هذا لو كوتي يعني سنسيبيليتي فيمينين تضيف بالتاكيد، ستشكل اضافه. انا كتجربه كانت بالنسبه لي تجربه بالتاكيد مفيده، لانه اي تجربه تدخليها راح تخرج بمعرفه جديده، باحتكاك جديد، بتبادل افكار. الريتم اللي تصور به كان ريتم سريع، تقطيع، يعني تقطيع على الطريقه الامريكيه. الحوارات انا يعني كنت في شخصيه اللي تتكلم ممكن احيانا مع 4 أو 5 اشخاص بنفس الوقت، مع السائق والسوق، انا بالهاتف اتكلم مع الجوز، مع مامير، وولد اختي راهم ورايا، والاخر معايا مليدو، في حركيه نوعا ما، ففيها ريتم. هذه هي السينما، اعتقد خصوصيه السينما الامريكيه، احد خصائصها. يعني ان شاء الله يخرج ان شاء الله، ممكن شهر، من شهر ولا والله ما على بالي، ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله. طيب نبقى دائما في السينما، السينما واشكاليه السينما في الجزائر. هناك قاعات عرض فتحت مؤخرا على غرار قاعه افريقيا، لكن ما هي المشكل؟ وش يخصنا نحن عن، هل هو مشكل سيناريو او مشكل تكوين او مشكل انتاج وتسويق؟ وين المشكل؟ وش يخصنا باش نديروا انتاج سينمائي يشوفوه ونحكوا عليه دائما ونفتخروا اكيد به؟ يعني ممكن حكيت على عدة عوامل اللي هي منها ننطلق باتجاه الفيلم القوي، ولكن نسينا العامل الأهم وهو الجانب التمويل، يعني المادي. صحيح. الاستثمار أيضا وهو عامل مهم جدا. حتى تصنعي فيلم جيد بالتأكيد لازم يكون سيناريو جيد، وإخراج وإنتاج، وطاقم فني وتقني من ممثلين وتقنيين. ثم عملية ما بعد الإنتاج هي تركيب، ميكساج، وكل ثم نمشي باتجاه التسويق والتوزيع. طبعا هي حلقة متكاملة. الآن خارطة الفيلم على المستوى العالمي هي تقريبا حوالي 85% زيادة نقصان شوية فيلم تجاري، الباقي هو فيلم مؤلف، سينما المؤلف، ولو فيلم دوتور، ولو فيلم انجاجي، عندها حصة صغيرة وعندها مكانتها في السوق وعندها جمهورها. احنا لازم نمشيو باتجاه صناعة سينمائية. الصناعة راح تمشي بشكل، هذا يمشي مع هذا بشكل متوازي، الفيلم التجاري والفيلم في السينما المؤلف. بالتأكيد ستبقى وزارة الثقافة كراعي للثقافة وكبنى تحتية ومحددات وموجه يعني السياسة الثقافية، ودعم أيضا للفيلم السينمائي، ولكن يجب أيضا أنه يدخل القطاع الخاص في الاستثمار. ندخلوا باتجاه عملية صناعة سينمائية عندها مردودها، نربح. أنا كي نجي نستثمر نقول لك ندير 2-3 مليون دولار باش ما نربحش، كيفاش راح نربح؟ نربح من خلال العمل الجيد، من خلال تسويقه وتوزيعه في القاعات. الآن لازم نوصلوا أنه تتفتح القاعات، موجود حاليا في الجزائر ممكن 13 في العاصمة، ولكن هناك ولايات ما فيهاش قاعة سينما. إذا يجب يعني القاعات من خلال دفتر الشروط اللي موجود تدخل في إطار النشاط للاستثمار. أي منتج أنت تخدميه وين راح تبيعيه؟ صحيح. غير الفيلم يعني اي حاجه واحده اخرى مضطر هنا الى مخرجات المنتج. نتمنى انه تزدهر السينما والدراما الجزائريه. في الختام فقط، شباب جزائري راهم برزوا للساحه الجزائريه وراهم يمثلوا، انت يعني ممثل وعندك مشاهدين ومحبين، يعني الاحتواء تاع الشباب في السينما وفي الدراما وفي الاعمال الانتاجات السينمائيه. يعني اليوم احنا انك تعملي فيلم بوسائل بسيطه، هذا بامكان الجميع اصلا، بقدر ببورتابل بدون ما بلا ما نقولوا الماركه تاعو، حتى يعني اليوم ايفون ولا سامسونج، اي تليفون قادر انك تصوري فيلم وتديري، حتى تديري ان تيليشارج مودان لوجيسيل وتديري مونتاج بفيلم هاوي. اليوم الهواة يعني الفيديو والفيلم القصير اصبح في متناول الجميع. هذا كشكل الآن المضمون، ما يكفيش برك أن نديروا أفلام، يجب أن تكون أفلام أيضا جودة تعبر، عندها يعني واللي يهتموا أكثر.
بالضبط، يعني عندها حاجة اللي حب يقولها. نلقوا بزاف اليوم في يوتيوب ناس تدير وإلى آخره، ولكن أعتقد أنه يجب العودة، لأنه يجب أن تتميز من خلال ما تطرحه. كيف يمكن التميز من الخصوصية؟ قادر نوصل للعالمية، سي دو لوريجيناليتي اللي جو بو اريفي ا لونيفرساليتي، نقدر نروح للعالمية من خلال حاجة. إذا يجب العودة إلى التراث المادي، وخاصة اللامادي المحكي. ممكن نعود أيضا إلى أمور أخرى يعني قادر يعبر عنها. هذا في مجال الهواة. اليوم في كثير، أنا نمشي كثير في على مستوى الوطن، نمشي كثير بتظاهرات سينمائية. الشباب في قسنطينة هذه تكريم يعني عندك ما شاء الله في فانز ومعجبين. والله أنا لبك ما كنتش عارف يعني. أنا كان عندي حوار في الإذاعة مع صديقي بوكر زازا، قال لي نديروا حوار، مشيت له ومن بعد قال لي عندنا حاجه خلقناها اسمها لا بيبليوتيك روز. كيفاش؟ قلت له هذا فكره جميله، لانه موجوده في مركز تجاري في اخر طابق، وهو جميل جدا ان يكون عندك مساحه ثقافيه موجوده، قاعات سينما ومكتبه ومكان حتى للاطفال، لانه تمشي باتجاه شوبينج، يعني نمشي الفعل الثقافي اضعه في متناول الجمهور. كان الحضور جميل جدا وفي اهتمام. طبعا هناك يعني ممكن الناس تجيب مع الاول الفضول، تشوف الشخص، تشوف الكاتب، الممثل، الممثله، ولكن الحوار بالتأكيد كان شيق. بالتاكيد راح يكون في حوار، في تبادل افكار، واحنا يهمنا جدا انه ينتقل الثقافه والفن والادب بشكل عام، الكتاب، المسرح، القصيده، كل هذه الامور تصبح في مجال اهتمامات المواطن، في مركز اهتمام المواطن، لانه بالتاكيد كي يحتضنها ويتفاعل معها سيكون الدافع الاكبر لها. اين هو الكتاب في المنزل؟ ما هي مكانه المكتبه في المنزل عندنا؟ متفق جدا حسن، يشاشه الحوار معك يطول جدا. ربما انا نغتنم الفرصه لانه حكوا على الفازو فقط، يعني تكون الاجابه باختصار لانه الوقت راحنا. حسن يعني بعد فوزك بجائزه الجينيريك الذهبي كافضل ممثل في مجال العمل الدرامي، نشوف ايضا اليوم ممثلين هواة اللي عندهم باساج كان حتى يجاز فيغورون في بعض المسلسلات، لكن ولاو يعني يصنفوا روحهم بكل ثقة مع الممثلين الكبار، ويقول لك أنا ممثل باسكو عندي 90,000 يتابعوني في الانستغرام، والله عندي 1000 يتابعوني في السناب شات، وحتى لي بروديكتور يعني المنتجين اليوم أغلب الأعمال الرمضانية تاع رمضان 2018 يعني نشوفوا ناس تاع مواقع التواصل الاجتماعي يعني حلوا مكان الممثلين. تعليقك على هذه الظاهرة باختصار؟ لا، أنا أعتقد أن الطموح هو شيء مشروع لدى أي فنان. الآن أنا ما نظنش بلي على الفنان أن يقيم نفسه بقدر ما عليه أن يقبل بالتقييم الآخر. هناك تقييم الجمهور، تقييم المختصين، تقييم الفاعلين في المجال. أما أن يكون الإنسان طموح فشيء إيجابي، لكن الأهم يعني نعرف يعني المستوى تاعي طموح يعني حق أن نطمح، لكن نعرف أن يكون عميل دوري. هذه اليوم احنا انتقلنا من وسائط يعني إلى وسائط تواصل اجتماعي فيها فانس وفيها أوكي، هذا الشيء لازم نتأقلم معه، وبشكل أو بآخر يعبر يعني ستانانديس. لكن أنا أعتقد أنه التقييم طالما إحنا مازال ما رناش في صناعة سينما ودراما ومن خلال البوكس أوفيس وتدافيش وهذه المقاييس اللي نشتغل عليها، أعتقد لما نمشي بهذا الاتجاه وين الاستثمار. أنا كي نحب ندير 2 ملايين تاع دولار في مسلسل بالتأكيد مانيش راح نغامر، صحيح راح نتكى على يعني على الاقل ناس عندها سواء في التمثيل، في الاخراج، في الصوره، كل هذه الامور. هذا ما يمنعش انه هذو ما عندوش مكانهم، موجود. انا ارى الموضوع انه يكون هناك مزاوجه ما بين جيل قديم وحد عنده خبره وشاب مبتدئ، لانه هكذا هي الامور أكيد. كما في الفن، كما في الفوتبال، كما في اي مجال، وباش توصل لازم تمارس مهنتك. احنا نديو شهادات، تخرج مهندس، تخرج طبيب، تخرج مخرج، لو كان ما تمارسش معلم قوي ما تقدرش، اون بو با افونسي، ما تقدرش. صحيح جدا. لذلك انا مع الطموح، ولكن الطموح اللي ايضا يمتلك ادوات النجاح لازم يقراوا مليح، يزيدوا يتكونوا، وما كاش حاجه اجمل من التواضع وتتعلم من الاخر، هذه اجمل حاجه. وهذه صفاتك اكيد. انا سعيده جدا بحضورك معي فنان حسن كشاش، وراني ما ضحكتش بزاف. اي على بالي انا. لا لا لا، اليوم تبسمت. كانت خارج البلاطو تضحك اكثر، وكانت خايفه تضحك، قلت لها انا ما نهدرش ما نضحك. يلا ماشي ضحكك. نشكرك كثير ساره مبارك. شكرا. حسن كشاش، شكرا جزيلا على حضورك معنا. بالتوفيق في باقي الاعمال السينمائيه والدراميه بحول الله.